ازيكم عاملين ايه؟ اقوى وصفة تفتيح بجد في المناطق الحساسة او في الجسم كله عموما، وكمان للبشرة. الوصفة دي جميلة جدا، بتفتح وبتوحد لون البشرة، بتخلي وشك كده منور. لو انتي سمارك سمار كده من الشمس بقى، او ان انتي مصيف والكلام ده كله، هترجع لونك الطبيعي موحد وكمان صافي مفهوش اي شوائب. بجد الوصفة دي جربيها تعجبك جدا. يلا لايكات عشان اللايك هو اللي هيوصل الفيديو لاكبر عدد من البنات، وما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وفعلوا الجرس لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة. يلا بينا نشوف ايه هي الوصفة. وعايزة اقول كلمتين، الناس اللي فاكرة واحدة سودة هتفتح وتبقى بيضة قشطة، لا مفيش الكلام ده. الوصفة اللي احنا بنعملها او اللي احنا بننزلها دي عبارة عن توحيد لون بشرتك، بترجعي بشرتك زي ما كانت، مش اكتر من كده. هنا بقى انا معايا واحدة من البطاطس، الحجم اللي انتي هتعمليه، يعني لو جسمك كله هتبدأي ان انتي تضاعفي الكمية انتي وعلى قد ما انتي هتعملي. الوصفة دي بنعملها في اوضة مش في الحمام، عشان دي فيها حاجات من الاكل وكده. اي اوضة فاضية عندك بتعملي الوصفة كلها عادي، لو انتي عروسة تعملي جسمك عادي مفيش مشكلة. هنقشر البطاطس بتاعتنا. فوائد البطاطس انها فعلا بتفتح، كمان بتزيل اي بقع وتصبغات، حتى حلوة جدا للهالات السوداء اللي بتبقى تحت العين. البطاطس من الحاجات الجميلة جدا فعلا، مفيدة وفيها فيتامينات، بتزيل التصبغات والبقع اللي بتبقى في الجسم، كمان بتنظف المسام وبتبني بتشيل كل العيوب اللي بتبقى في البشرة، كمان فيها فيتامين سي وبتبني الكولاجين في البشرة. بجد حلوة جدا وبتعالج البشرة تماما، فعشان كده من افضل الماسكات اللي بحبها اللي بيبقى فيها البطاطس والقرص. هنا هجيب اي حاجة اسخن فيها، هحط البطاطس بتاعتي وهجيب سكينة الاول اقطعها كذا جزء، انا عايزة كده اقطعها كذا جزء عشان تتسخن معايا بسرعة قوي. مكعبات صغنونة، انا هنا خلاص قطعت البطاطس خالص، هبدأ اجيب معايا الرز او الارز اللي هو ده، يعني مش عارفه بقى شايفينه ولا لا عشان الطبق ابيض اهو، ده شكله مش مطحون، رز عادي خالص يعني زي ما هو كده بحاله تمام. هجيب معلقه وهحط منه معلقتين في البطاطس بتاعتي في الطاسه، هاخد منه معلقتين. الناس اللي مش شايفه كويس حاولت ان انا اجيب معلقه اوريكم اهوت، هحط منه معلقتين بقى كبار زي ما احنا شايفين. الارز بقى او الرز من اجمل الحاجات اللي بتفتح البشرة جدا، بتخليها صافية وزي الحليب كده. دايما ان انا استخدم الرز في كل الوصفات بصراحة جميلة جدا. انا حطيت المعلقتين من غير ما نغسلهم، يعني هم زي ما بتجيبيهم كده عشان انا عايزة الفوائد كلها. هجيب بقى كوبايتين مية، كوبايتين مية، واحطهم في الطاسة بتاعتنا. وهنرفعهم على النار ونسيبهم يغلوا تماما. انا هنا رفعتهم على النار، هسيبهم يغلوا لحد ما البطاطس بتاعتي تستوي والرز كمان يستوي كويس معايا، اكنك هتطبخي عشان لما نيجي نهرسه كويس يبقى الدنيا مظبوطه. بصوا هو هنا ابتدى ياخد الغلوه بتاعته زي ما احنا شايفين، هو قرب يستوي. انا بجرب بالمعلقه كده ان انا ادوس على البطاطس اشوفها استوت ولا لا، هو خلاص داخل على السوا. بصوا الرز ابتدى يستوي معايا ازاي، تمام تمام كده. انا جبت بولة كبيرة علشان اعرف بقى اعمل وصفتي كده براحتي وتبقى كويسة معايا. هنا انا فضيت الخلطة بتاعتي في الطبق الكبير ده، وهبدأ ان انا اضربه بالهاند بلندر او بالخلاط، ممكن تحطيه في الخلاط بتاعك عادي جدا مفيش اي مشكلة. هبدأ ان انا اطحنه، تمام. انا عايزاه يبقى كريمي خالص ناعم جدا.
كل الخليط لما يكون ناعم معاكي، كل لما تيجي تفرديه على الجسم يبقى سهل، وكمان لو فردتيه على اي مكان في جسمك يبقى مفروض بكل سهولة، وكمان يبدأ يديكي نتيجة كويسة في الفرق لما تيجي تخلصي الماسك وينشف على جسمك مثلا او على وشك، يبدأ يديكي نتيجة حلوة في الفرق اللي هو لما تيجي تفركيه وتنزليه من على جسمك. وزي ما قلت لك بتقدري تعمليه في اي اوضة، يبقى يفضل يعني ان انت تعمليه في الاوضة. بالنسبة لو انت هتعمليه لجسمك، انما انت ينفع للبشرة عادي جدا ومغذي جدا بصراحة للبشرة. انا بعمله عامة لوشي، الكمية بتقعد معايا اسبوع في التلاجة، بعمله ممكن يوميا لاني بعشقه فعلا. الوصفة دي يوميا بعملها والله في بشرتي او مثلا في الايدي او كده، مش اكتر يعني، بس بصراحة بتبقى حلوة قوي قوي قوي، هتعجبك الوصفة دي. بصوا القوام بتاعها بقى كريم بالظبط، شايفين الكمية دي يعني هتقعد معايا اسبوع اصلا، عشان انا بحب الماسك ده فانا مكترة الكمية. يلا بينا نكمل بقية المكونات بتاعتنا. هنا خلاص هو بصوا بقى شبه الكريم زي ما قلت، وتحفة جدا جدا جدا، والكمية دي بنحتفظ بيها في التلاجة، هقولك ازاي في اخر الفيديو. بس يلا بينا نحط مكوناتنا اللي احنا هنحتاجها. هحتاج مية ورد او ماء زهر، للناس اللي مش عندها مية ورد، الورد بتفتح الجسم جدا جدا جدا، بتقلل المسام اللي في البشرة، بتنقي البشرة بتنظفها. فانا خدت منها حوالي معلقتين كبار، انا بحب مية الورد جدا على فكرة في الوصفات، يعني بجد من اجمل الحاجات اللي ممكن تستخدميها مية الورد. هبدأ كمان استخدم معاها، لو هتعمليها لجسمك ممكن تحطي خل الابيض، ده بينظف جدا وبيفتح وكمان بيطهر البكتيريا اللي بتبقى في الجسم. ممكن تستخدمي نص ليمونة مثلا، لو انت بتحبي ان انت تحطي ليمون بدل الخل عادي جدا ما فيش اي مشكلة. انا حطيت عن نفسي معلقتين خل، الخل من الحاجات الحلوة، معلقتين صغيرين على فكرة مش كبار على الكمية اللي انا عاملاها، انما انت لو عاملة كمية كبيرة بتحطي معلقتين كبار. هفضل اقلب كويس كل ما احط مكون عشان يبدأ يتخلط مع الخلطة بتاعتي، وهفضل اقلبهم كده كويس. تمام، هنا هحط معايا زيت زيتون او زيت اللي انت بتحبيه، يعني الزيت اللي انت حابة تعمليه. لو انت حابة تعملي الوصفة دي لجسمك، نصيحة مني حطي زيت الليمون او زيت الورد، ده بيساعد على تفتيح الجسم جدا جدا جدا، وكمان بيخلي الجسم حلو قوي. لو هتعمليها لبشرتك لوشك اعمليها بزيت الزيتون. طبعا لو ما عندناش زيت ورد او زيت ليمون تقدري ان انت تستبدليهم بزيت الزيتون عادي جدا. انا حطيت معلقتين من زيت الزيتون، وهحط ربع كوب من الحليب، ده حلو جدا وبيخلي جسمك فعلا قشطه كده، وبيوحد اللون، لون بشرتك الاساسيه اللي اتولدتي بيها هتطلع زي ما هي كده مع استمراريه الوصفه، مش واحده سودة فحمه ولا سودة اصلا، يعني كل السمر تحفه وجمال. انا سمره مش بيضه اصلا، وحابه لوني جدا جدا جدا. حبي نفسك عشان تقدري ان انت يعني تشوفي نفسك حلوه. انا سمراء اصلا، فانا عايزه ان انا بوحد لوني، بوحد ان انا ما يبقاش عندي تصبغات، ان انا ما يبقاش عندي اي مشاكل في بشرتي، فده مفيد جدا ان انت تعملي ده، مش ان انت تبقي سودة عايزه تبقي بيضه، ما فيش الكلام ده، احنا مش هنغير خلق ربنا. هحط حبه صغيره بقى في طبق، الحبه دول بقى اللي انا بستخدمهم، يعني اللي انا ده هستخدمه لبشرتي والايديا. الحبه التانيين بقى بعمل ايه؟ في علبة عندك فاضية بغطا، بتحطي الحبة التانيين اللي احنا شايلينهم اللي هما دولت، بحطهم في اي علبة عندي وبغطا واقفلهم كويس جدا وبشيلهم في التلاجة. انا بستخدم الوصفة دي عموما يوميا، انا بحب الوصفة دي جدا، من اجمل الوصفات اللي على قلبي الوصفة دي. فالكمية دي بتكفي معايا اسبوع في التلاجة، بحطها كمان بتبقى ساقعة تحفة جدا. ما تنسوش اللايك.